أهلا بكم، مساء جديد يأتيكم هذه الليلة من العاصمة البحرينية المنامة التي استضافت القمة الخليجية 37، وعلى رأس عناويننا الليلة: البيان الختامي للقمة الخليجية 37 يندد بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ويطالب طهران بمراعاة حسن الجوار. تيريزا مي تؤكد خلال القمة الخليجية على العلاقات الاستراتيجية التي تربط لندن بدول الخليج وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والتدخلات الإيرانية والإرهاب. المساء من سكاي نيوز عربية مع فيصل بن حريز. اختتمت القمة الخليجية 37 أعمالها اليوم في البحرين. البيان الختامي للقمة والذي تلاه الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني استعرض أهم ما تم الاتفاق عليه في كافة الموضوعات والقضايا التي طرحت على طاولة البحث من قبل قادة دول الخليج، كما شدد البيان في جزء كبير منه على ضرورة التزام إيران بالمواقف الدولية، مشددا على استنكار المجلس التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدوله. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوف الليلة، دعونا نستعرض أبرز ما جاء في البيان الختامي للقمة في التقرير التالي. يسرنا في ختام أعمال الدورة 37 لمجلسنا الموقر أن نعرب عن اعتزازنا البالغ باستضافة هذه القمة المباركة. جاء إعلان السخير للقمة الخليجية 37 لدول مجلس التعاون الخليجي ليتواكب مع مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها. فالإعلان أكد على عزم دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، كذلك طالب بتوحيد المواقف والسير باتجاه تحصين دول المجلس من الأخطار المحدقة. البيان رفض كل المحاولات الرامية إلى المساس بسيادة واستقلال دول الخليج عبر التدخلات الخارجية المتكررة. كذلك أكد على أهمية مواصلة العمل لتنفيذ رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التي أقرت في قمة الرياض عام 2015 لما تشكله من إطار متكامل للتعامل مع المتغيرات. البيان طالب أيضا بالعمل على تحقيق مزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومتين الدفاعية والأمنية لمجلس التعاون، كما أكد الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بإيران، طالب البيان طهران بتغيير سياستها في المنطقة والالتزام بقواعد القانون الدولي والأعراف والمواثيق والمعاهدات. كما استنكر التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، مؤكدا إدانته لتسييس إيران لفارضة الحج، وطالبها بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية 3. اقتصاديا، شدد البيان على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والربط المائي وغيرها من المشاريع التنموية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة. وأكد المجلس دعمه الكامل لمشاريع ربط دول المجلس بشبكة من وسائل الاتصال والمواصلات والنقل الحديثة التي تحكمها أنظمة وقوانين موحدة. صاحب الجلالة الأخ ملك حمد. وفي النهاية أكد قادة دول مجلس التعاون أن إنجاز كل هذه الأسس الصحيحة والمبادئ السامية سيكون له الآثار البالغ في المضي بمسيرة التعاون والتنمية للمجلس نحو مزيد من الخير والنماء. أطلب من الله وتوفيقه. للوقوف على نتائج وأبعاد هذه القمة، معنا هنا في استديوهاتنا في المنامة رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية الدكتور طارق الشمري. أهلا بك دكتور طارق، ويسعدني أيضا أن أرحب بوكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق السفير حمد العامر. أهلا بك سعادة السفير. وأرحب أيضا بضيفي من لندن أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن الدكتور سعد جواد. أهلا بك دكتور سعد. أرحب إذن بضيوفي، وأبدأ معك دكتور طارق. يعني تطوى إذن صفحة قمة المنامة التي عقدت في ظروف استثنائية وتحديات عدة تواجه دول الخليج، كيف
تابعت النتائج وما ورد في البيان الختامي؟ طبعا سعداء جدا في هذا البيان الذي أستطيع أن أقول بأنه يبدأ صفحة جديدة من السياسة الخليجية ومن مشاريع الوحدة الخليجية، سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي أو المستوى الأمني والمستوى العسكري. لاحظنا أو لدى قراءتنا لمحتوى البيان بأن هناك تركيز كبير جدا على مسألة الأمن الخليجي وتطوير القدرات العسكرية وزيادة التعاون والتنسيق الاستخباراتي. رأينا أيضا هناك إشادة في تمرين الخليج العربي التي استضافت مملكة البحرين، وهذه أيضا رسالة أستطيع أقرأها، رسالة إلى إيران ورسالة إلى أصدقائنا بأن كافة الأجهزة العسكرية والأمنية على استعداد للدفاع عن أمن واستقرار دول الخليج. نعم سعد السفير، رغم أن الحديث كان قبل القمة يعني تردد كثيرا مسألة ضرورة التوجه إلى اتحاد من المتابعين الشارع الخليجي الساسة حتى، لكن لم يرد ذلك في البيان الختامي، ظل الحديث عن تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل. حقيقة بند الاتحاد هو بند دائم على جدول أعمال القمة الخليجية في كل مراحلها من طرح في قمة 2011 لما طرح المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود موضوع الاتحاد الخليجي. ولكن بالنسبة للاتحاد الخليجي وليش لم يتحقق، حقيقة هناك إرادة طبعا شعبية، هناك إرادة من القيادات العليا اللي هي في دول مجلس التعاون، ولكن لكي يكون عندنا حقيقة اتحاد خليجي قوي قائم على دعائم وأسس صحيحة فلا بد لنا أن نضع الأشياء التي تساعد على يعني تساعد على الوقوف والاستمرار. لا نريد تجربة فاشلة مثل التجارب العربية السابقة والمعروفة لدى الجميع. هناك أمور وقضايا اقتصادية، ولذلك ركزت قمة المنامة على الموضوع الاقتصادي بشكل كبير إلى جانب الأمني كما تفضل زميلي في هذا الموضوع. ركائز هناك مواضيع اقتصادية تحتاج إلى أن نصل إلى استكمال المواطنة الخليجية. هناك قضايا لم تنتهي عشان نستطيع أن نقول أن احنا وضعنا أسس الاقتصاد والتجارة والاستثمار وغيرها، واللي هي في الحقيقة لوحدها بعد أن تستكمل تؤدي إلى قيام هذا الاتحاد. لكن هل هناك عقبات حتى بالجانب الاقتصادي؟ ودائما ما نطرح هذا السؤال، يعني هل هناك عقبات حقيقية؟ يعني المساعي آليات الوصول إلى 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 النتائج تمضي وفق أساسات صحيحة، أم أن الإدارة وإدارة الوصول إلى نتائج في المواضيع الاقتصادية هناك عقبة فيها، يعني مسألة البيروقراطية للوصول إلى نتائج سريعة؟ لا، هي ليست بيروقراطية بقدر النظر عن هنا مسألة مصالح. يعني في الفترة الماضية والتي بحثت فيها قضايا الاتحاد الجمركي وقضايا التعرفة الجمركية وقضايا السوق الخليجي المشتركة وقضايا المواصلات والتنقل بالقطار وكافة القضايا هذه كانت تناقش من منطلقات كل دولة تنظر إلى مصلحتها. ولكن الآن وبعد قمة الرياض الأخيرة والتي شدد بيان القمة الحالي على ضرورة يعني تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بالنسبة لموضوع موضوع القضايا المعلقة في الاتحاد، هناك قضايا اقتصادية معلقة اللي هي أعطيت للهيئة، هيئة التنموية والهيئة الاقتصادية برئاسة ولي العهد السعودي، هذه مهمة جدا. هنا انتقلنا من مرحلة المصالح إلى مرحلة الإرادة السياسية. يريد القادة الآن أن نضع إرادة سياسية لحل القضايا المعلقة. نعم. وأعتقد أن التركيز على هذه النقطة سوف يؤدي إلى حل جميع القضايا التي تؤخر قيام الاتحاد طيب الخليجي. كيف يمكن العمل على إقرار أو تفعيل المشاريع التي أقرت في القمم السابقة قبل الحديث عن آمال
ويعني مشاريع جديدة أصلا؟ طبعا هناك نقطة يجب أن أنبه لها، يعني الحماس والعاطفة، عاطفة الوحدة الخليجية اللي موجودة لدى الرأي العام الخليجي زايدة عن حدها مثل ما نقول. يعني المجتمع الخليجي يبي إعلان للتكامل الخليجي، ومثل ما تفضل سعادة السفير لا يمكن أبدا أن نعلن هذا التكامل من دون أن تكون الأسس سليمة. رأينا كيف الاتحاد الأوروبي وصار له 50 سنة يجهز لمسألة الاتحاد، ورأينا كيف أزمة الديون اليونان عصفت فيه، وكيف خرجت بريطانيا وهي دولة عظمى. لا نريد تكرار هذه التجارب، نريد الأمر يكون أو الأمور تكون مبنية على أساس قوي. الاتحاد هو ممارس فعلا، يعني حاليا نحن نمارس الاتحاد، نمارس التكامل على المستوى الاقتصادي، حتى على المستوى مثلا الأمني، دخول مواطني دول مجلس التعاون في البطاقة. نعم. طبعا بس فقط اللي هو الإرادة السياسية، يعني مثل ما تفضل سعادة السفير أنه الآن طغت الإرادة السياسية على المصالح، ووجهوا رسالة كبيرة جدا إلى صناع القرار بضرورة الانتهاء من هذا الشيء. أيضا من أبرز النقاط هي المشاركة البريطانية في هذه القمة بشكل سريع. لا قبل ما أتكلم عن هالنقطة بيوضح نقطة مهمة. أنا أتفق مع زميلي على كل الطرح اللي قاله، لكن في رؤية الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين نقطة أساسية ومهمة، وهي أن تأخذ قرار هناك يقول بأن الدول التي تريد أن تمشي في موضوع تستطيع أن تمشي. يعني لم يعد الإجماع الذي نص عليه النظام الأساسي هو الأساس الآن، القرار الآن قرار بالأغلبية تقريبا. صحيح. فهذا القرار قرار مهم، وسوف يكون له تأثير كبير على مسيرة المجلس نحو استكمال المواطنة الخليجية والوصول للاتحاد. طيب نعود لنقطة المشاركة البريطانية، وقبل أن أنتقل لضيفي من لندن سيد سعد جواد، دعونا نذكر بكلمة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مي أمام جلسة القمة التي عقدت صباح اليوم. أمن الخليج هو أمننا، فهو لا يستهدف الخليج فقط بل يستهدفنا أيضا، ولذلك علينا مكافحة داعش. هناك تهديدات أخرى أيضا كالتهديد الذي تقوم به إيران في الشرق الأوسط والخليج. إن بريطانيا ملتزمة للغاية لعقد شراكة استراتيجية مع الخليج للتغلب على ذلك. إن اتفاقاتنا الأمنية تتعلق بمكافحة كل التهديدات الإيرانية سواء النووية أو غير ذلك. دكتور جواد، يعني ما السر وراء عودة بريطانيا وحديث رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مي عن ضرورة عقد علاقة استراتيجية مع دول الخليج في هذه المرحلة الآن؟ يعني على عكس ما صرحت به السيدة مي في المؤتمر أو في نهاية القمة أو في أثناء القمة، حقيقة مشاركتها وذهابها إلى هناك هي بعيدة كل البعد عن ما قالتها من الشراكة الاستراتيجية والأمنية. هي ذهبت إلى هناك لأسباب اقتصادية بحتة، وقالت هذا الكلام لتدغدغ مشاعر الحاضرين أو القادة الخليجيين في المنامة. المشكلة الاقتصادية في بريطانيا مشكلة كبيرة، وعقد مؤتمر في لندن في يوليو الماضي حول المشاركة البريطانية الخليجية والاستثمارات البريطانية في الخليج والاستثمارات الخليجية في بريطانيا. وحسب رأي الحكومة البريطانية أن هنالك حوالي 22 مليار دولار استثمارات خليجية في 120 مليار دولار استثمارات خليجية في بريطانيا، وهنالك تعامل سنوي يقدر ب 22 مليار دولار بين الطرفين، وطبعا الميزان يميل لصالح بريطانيا، وهنالك خطة بريطانية لاستثمار 38 مليار باوند استرليني حوالي 50 مليار دولار في دول الخليج. كان هنالك طبعا مشكلة أيضا بالنسبة للمستثمرين
البريطانيين وصعوبة دخولهم وحصولهم على سمة الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وهذه هي كانت وضعتها في أولوياتها. حديثها عن الأمن وأمن الخليج والتهديد الإيراني هو حديث أعتقد مبطن وغير حقيقي لسببين. السبب الأول أنه هي قبل أيام كتبت وتقول أنه من الصعب أو من عدم الحكمة التفريط بالاتفاق النووي الأمريكي الإيراني، ونصحت ترامب بأن يكون هنالك إبقاء لهذا التعاون أو لهذه الاتفاقية وعدم إلغائها، وحتى دغدغت مشاعر ترامب بأن قالت هو رجل يستمع ويتكلم بصورة هادئة ويقبل النقاش. والمسألة الأخرى طبعا هي التي تحدثت عنها، كان هنالك انتقاد كبير إلها لزيارتها للبحرين من قبل صحف بريطانية مرموقة هنا، أنه هي يجب أن تذهب وتتحدث عن مسألة حقوق الإنسان. نعم، لكن أود أن أبقى في إطار الالتزام. هي قالت دكتور سعد، يعني هي قالت أن أمن الخليج من أمن بريطانيا، ورددت ذلك أكثر من مرة. يعني حجم الالتزام الذي قد تقدمه يعني بريطانيا، والتغيير الذي قد تحدثه في موازين القوى في رأيك مع هذا الالتزام؟ ممكن أنا أتدخل في الموضوع؟ يعني هي بريطانيا الآن في مشكلة اقتصادية كبيرة، أنا لا أعتقد أنها قادرة على أن تفي بالتزاماتها في الخليج. طيب. أو في أي مسألة تهم أمن الخليج. أمن الخليج يجب أن يكون مسؤولية الدول الخليج نفسهم، الاعتماد على بريطانيا أو على أي قوة أخرى هو اعتماد غير صحيح، وبالتالي لن يجدي نفعا. وهي مثل ما قلت كلامها كان يعني مثل ما يقولون سطحي ولدغدغة مشاعر البعض، لكن في الحقيقة. طيب، وضحت النقطة دكتور سعد. في هذا المجال ما رأيك يعني سعد سفير أن بريطانيا لن تكون قادرة على إحداث تغيير في حال تم عقد علاقة استراتيجية وعودتها للتحالف مع دول المنطقة؟ حقيقة اللي يقوله الدكتور سعد خاصة في ما يتعلق بدغدغة المشاعر، هذا كلام غير صحيح. رئيسة وزراء بريطانيا امرأة مسؤولة وتقود دولة عظمى، ولا يمكن تأتي هنا وتجلس أمام 6 من قادة دول مجلس التعاون لتدغدغ مشاعر. بريطانيا إذا كانت تريد أن تستثمر فلوس مبالغ ملايين، تريد أن تكون المنطقة مستقرة، تريد أن يكون فيها أمن واستقرار، وهي قبل أن تأتي أو قبل أن تأتي إلى البحرين وتتكلم عن موضوع الأمن وأمن بريطانيا من أمن البحرين منطقة الخليج، أرسلت قوات لقاعدة التسهيلات. هناك قاعدة تسهيلات بريطانية موجودة. هذه لماذا موجودة في البحرين؟ لماذا موجودة؟ تأتي لحماية المصالح البريطانية الاقتصادية والاستثمارية، لأن لا يمكن أن يكون هناك أبدا اقتصاد أو استثمار إذا لم يكن هناك أمن. لكن كما قال الدكتور سعد، يعني هي من قال من غير الحكمة التراجع عن الاتفاق النووي، كيف يقرأ بين التوجه إلى دعم الخليج وبين الاتفاق النووي؟ الاتفاق النووي اتفاق دولي أقيم ما بين إيران وما بين الدول الكبرى، وموضوع وقف إيران عن التخصيب في المنطقة والتزامها بالاتفاق هو في صالح المنطقة. أنا لا أعتقد أن وقف أن قيام الولايات المتحدة أيضا بنقض هذا الاتفاق صحيح. نعم. دكتور طارق، ما رأيك يعني في هذه المسألة أصلا، إمكانية أن تعود بريطانيا للمنطقة وإحداث تغيير في موازين القوة، كيف تراه أصلا؟ طبعا نستطيع القول بأن الدخول أو عودة بريطانيا العظمى إلى مياه الخليج وتعميق الشراكة مع دول الخليج يأتي في ظل بداية سقوط الإمبراطورية الأمريكية. الأمريكان ليس لديهم الآن ما يقدمونه للخليج، وبدأ سقوطهم. رأينا كيف كان هناك اتفاق غير مباشر ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة أو إدارة الرئيس أوباما،
لاستخدام إيران وأطلاق يدها في العبث بالأمة العربية. رأينا كيف كان التدخل الإيراني في البحرين، ومع الأسف الأمريكان لم يقدموا أي شيء. حتى نحن متابعين الوضع ورأينا كيف كان الشارع البحريني يغلي ضد السياسة الأمريكية. فأنا أعتقد أنه عودة العلاقات البريطانية الخليجية قد لا يكون له تأثير على المستوى القريب، ولكن قادة دول الخليج هم ينظروا أو يخططوا لسنوات وليس لشهر أو شهرين. سريع أيضا في هذه النقطة، دول الخليج يعني خلال السنوات الأخيرة كان لديها رؤية أنها عليها الاعتماد على النفس بعد خذلان إن صح التعبير التحالفات مع دول عظمى كالولايات المتحدة في قضايا تمس أمنها. نعم صحيح، ورأينا كيف أنه اتخذ قرار دخول لقوات درع الجزيرة العربية من دون الرجوع لأمريكا. رأينا كيف تم تدشين التحالف العربي وعاصفة الحزم خلال ساعات من دون الرجوع لأمريكا. طيب دكتور سعد، يعني نعلم أن بريطانيا لا تعمل وحيدة، دائما هناك توافق بينها وبين واشنطن. يعني هذا التوجه البريطاني باتجاه الخليج إلى أي درجة قد يوازيه أيضا تحرك أمريكي من قبل الإدارة الجديدة لعقد أيضا علاقة مماثلة من قبل إدارة ترامب مع الخليج؟ يعني تصريح السيد ترامب حتى قبل أو بعد فوزه بالانتخابات أن العلاقة هي علاقة مادية بحتة، أمن الخليج يمكن أن يدافع عنه إذا ما تحمل الخليج مبالغ هذه الحماية، وهذا قال بصراحة أكثر من مرة. أنا الذي أريد أن أقوله أنه دول أوروبا وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وخاصة بعد أن شاهدنا تجربة العراق، أثبتوا أنهم غير مهتمين بأمن هذه البلدان وبأمن هذه المنطقة. هنالك مصالح، هنالك أهداف يعملون من أجلها، وإلا لماذا يسلم العراق إلى إيران بهذه الطريقة في الوقت الذي قالوا أنه سيخلقون عراقا جديدا ديمقراطيا متحررا، ولم يفعلوا، ولحد هذه اللحظة هم لا يفعلون شيئا. حتى في الحرب ضد داعش الإرهابي طائرات من الجو تقصف ولا يوجد لها تأثير كبير في هذه المرحلة، والحرب مستمرة، وهم كان سبب في ظهور هذه المنظمات الإرهابية. الاعتماد، أكرر، الاعتماد على دول الخليج أو عفوا على الدول الأوروبية سواء بريطانيا أو الولايات المتحدة لن يجد نفعا. والصحف البريطانية الآن هي التي تكتب أن الهدف من زيارة السيدة ماي هو هدف اقتصادي، وهذا الحديث عن الشراكة الاستراتيجية هو حديث ثانوي بالنسبة إلى أهداف زيارتها. ما رأيك سعادة سفير، يعني أصلا دول الخليج بعد ما عانت من تراجع الدعم الأمريكي لها في اللحظة التي كان يتطلب من الإدارة الأمريكية تقديم الدعم لدول الخليج بعد مساس أمنها من قبل إيران، إلى أي درجة في عقلية القادة الخليجيين الآن هناك رغبة للذهاب مع تحالفات أخرى بعد ما حدث في تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ حقيقة يجب أن نفرق ما بين الإدارة الأمريكية السابقة التي قادها الرئيس أوباما والسيدة كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية، وبين قيادة السيد ترامب حاليا. القيادة الأمريكية السابقة للأسف قيادة قامت سياستها الخارجية مع دول مجلس التعاون على مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، وعندما تربط حقوق الإنسان بالمصالح الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية لا تستطيع أن تعمل شيء. فكل علاقاتهم قائمة في المنطقة على هذه الأسس. لكن إلى أي درجة يمكن التعويل على يعني ترامب حتى الآن كلها تصريحات وضد هذه العلاقة أصلا؟ أنا أعتقد ترامب يريد أن يقيم علاقاته مع دول المنطقة على أساس المصالح، مصالح المشتركة. صرح بنفسه من يومين أن احنا دولة لن نسعى إلى إسقاط أنظمة كما كانت تعمل إدارة السيد أوباما في الربيع العربي.
يعني احنا نذكر طبعا ما تعرضت له تونس وما تعرضت له مصر وما تعرضت له اليمن وغيره بسبب خطة السيدة كوندولا رايس 2005 بتغيير الأنظمة القائمة في المنطقة العربية. هذه سياسة الرئيس أوباما أو سياسة الحزب الديمقراطي. هذا الرجل لا يريد أن يعمل معك على أسس مصالح تجارية اقتصادية، وأنت تتعامل معه بنفس الطريقة وتدفع له ويدفع لك. طيب يعني كيف دكتور طارق يمكن التوفيق؟ ضروري أن تكون هناك تحالفات خاصة مع دول العظمى، لا يمكن يعني إنكار ذلك، ولا يمكن ابتعاد دول الخليج عن تحالفات مع دول عظمى، لكن كيف يمكن التوفيق بين عقد الاتفاقات وضمان الالتزام بها في الظروف التي بالفعل تحتاج دول الخليج إليها؟ طبعا بداية يعني لا يلدغ الخليجيون من جحرهم مرتين. نحن أنا أتكلم كمجتمع خليجي كرئيس للمجلس العلاقات الخليجية، منظمة مدنية تعبر عن رأي الشارع الخليجي. لن نثق من الآن وصاعدا بأي تصريحات يقولها أي رئيس أو إدارة أمريكية قادمة أو غير إدارة أمريكية. لكن الشق العسكري، لاحظ الشق العسكري من العلاقة الخليجية الأمريكية، لا هذا شيء يعتبر مقدس لدى الخليجيين ويمكن لا يخضع لأمور سياسية. يعني بمعنى أنه وسعة السفير أخبر مني في هالأمور هذه، مهما تغيرت السياسات الإدارات السياسية سواء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، إلا أن الأمور السياسية الأمور العسكرية والتعاون العسكري يبقى يعني يبقى شبه مستقر. نعم. كلام سعادة السفير أنه يعتمد على مصالح صحيح وهذا العقلاني، لكن يصطدم في مشكلتين: الغدر والنفاق الأمريكي، ثم ما الذي يمكن أن نقدمه نحن لأمريكا غير الأموال؟ نحن لا نريد أن نبتز فقط. طيب دكتور سعد، يعني في هذا الإطار زيادة حجم الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية، أليس بالنتيجة سيدفع إلى التزام سياسي أمني يعني في النهاية؟ نعم، ممكن أن يقود هذا الشيء، ممكن أن يكون هذا الشيء، لكن يبقى الهدف الاقتصادي هو الأساسي. هدف الربح المادي لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى بريطانيا يبقى هو هذا الأساس، ولهذا العبء يقع على دول الخليج. كيف توازن، كيف تستطيع أن تجعل هذه العلاقة ذات مردود إيجابي لها؟ التسليم بما تريده بريطانيا وأمريكا من فوائد اقتصادية لن يجدي نفعا مثل ما كان يحدث بالسابق. نعمل صفقات سلاح، نعمل صفقات تجارية وتدفع مليارات الدولارات إلى بريطانيا وإلى أمريكا، ولما يحين وقت الحاجة إلى دعمهم لا تقدم شيء للدول الخليجية. هذا هو الذي يقع على عاهل دول الخليج، عاتق دول الخليج وحكامها. الآن يجب أن يفهموا أن هنالك أساس، هم يملكون المال، الطرف الآخر يملك القوة. كيف توازن؟ أما أن تسلم كل شيء إلى الطرف الثاني وتعمل الاتفاقيات التجارية وتعمل العقود التسليحية، وبالتالي عندما تهدد الدول لا يقوم أي من الأطراف الدولية بالدفاع عنها، هو هذا المشكلة الأساسية اللي يجب أن نفكر بها. يعني هذه النقطة كيف يمكن تحقيق التوافق بها؟ وكنت قد سألت سعادة السفير عن هذا الجانب، تحقيق التوازن كيف يمكن أن يتم من قبل قادة دول الخليج مع تحالفات، ومع تحالفات يعني كانت من المفترض أن تقدم الدعم لدول الخليج ولم يحدث ذلك. نعم. كيف التحرك الآن؟ طبعا سعادة السفير ذكر قاعدة يجب أن تسير عليها دول الخليج وتطبقها مثل ما قال الدكتور سعد بالاعتماد على النفس. طبعا حاول الاتفاق الأمريكي الإيراني تقطيع الأمة العربية، ومع الأسف احتلوا العراق واحتلوا سوريا وحاولوا احتلال اليمن، إلا أنهم لم يستطيعوا الاقتراب من منطقة الخليج. ورأينا أصغر دولة
في الدول الخليجية وجهت أول وأقصى صفعة إلى الإمبراطورية الساسانية. نحن نثق في أنفسنا، ولكن المشكلة أن السياسة التقليدية الخليجية كانت سياسة عقلانية زيادة عن اللزوم، تلتزم في القيم، تلتزم في المبادئ، تلتزم في المعاهدات. يعني نتذكر قبل من 20 سنة وحتى يمكن 10 سنوات لا نستطيع نحو كمؤسسات مجتمع مدني أن ننتقد الإدارة الأمريكية أو ننتقد الرئيس الفلاني وهم كل يوم يشتموننا. فأنا في قمة المنام الآن أحس بأن هناك صوت جديد وسياسة جديدة للخليج، وإن شاء الله أنه يتحقق المصالح ولا نبتز. حجم التغير الذي تقرأه أو تلمسه في الصوت الخليجي، صحيح أن البيان يكون مشابه، لكن هناك ما يلمس من قبل الشارع الخليجي تغير في النبرة الخليجية للتعاطي مع التحديات ومن يمس أمنها تحديدا. لا، إذا تتكلم عن الشارع الخليجي، الشارع الخليجي يعني أنا أقول منفلت، يعني واصل حده، لكن هي مو بالقضية. أتكلم عن صوت القيادات الخليجية. لا، إذا أتكلم عن صوت القيادات الخليجية الأمر يختلف. القيادات الخليجية مثل ما تفضل زميلي وأخوي قيادات حكيمة ذات نظرة يعني نيرة وبعيدة المدى، وفي نفس الوقت يعني مثل ما قال هو يعني جدا عقلانية. لكن الآن أنا ملاحظ، ومثل ما أنت يمكن تلاحظ، الآن هناك قيادات خليجية شابة. المملكة العربية السعودية قاعدة تطلع فيها قيادات شابة، الإمارات، قطر، البحرين، يعني القيادات الشابة الآن قاعدة تعيد النظر في السياسة العقلانية إلى أبعد مدى. هناك مواقف خليجية أصبحنا نستطيع أن نقول اختلفت عن السابق. يعني موقف البحرين مثلا من أحد المسؤولين مع حقوق الإنسان بولونسكي، هذه البحرين اعتبرته شخص غير مرقوب فيه وخلوه يطلع من البحرين على أسباب وتصريحات وعملات. نعم. من كان يستطيع أن يعمل هذا الشيء حق القيادة الأمريكية؟ لكن مع ذلك تظل أمريكا في نظري الحليف الاستراتيجي المهم بالنسبة لدول مجلس التعاون. يعني أنا هناك توجه يقول لك تعال خلينا نروح الصين، تعال نروح لروسيا، هذه مو بصحيح. أمريكا هي التي تحكم العالم، وأنا علي أن أفتح الحوار مع أمريكا وأفتح الطريق الصحيح للتعامل معها على المصالح. يعني نتكلم عن المصالح، لا نتكلم عن أشياء أخرى. ما هي مصلحتي أمشي مع أمريكا، ما هي مصلحة أمريكا تمشي معي. نعم. فهذه هو الطريقة الصحيحة للوصول إلى يعني تحقيق النجاحات والاستقرار في المنطقة. أشكرك سعادة السفير حمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون السابق، شكرا جزيلا لك على مشاركة الحوار معنا. دكتور طارق ستبقى معنا لمشاركة الجزء الثاني من الحوار، والشكر أيضا موصول لضيفي من لندن أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن الدكتور سعد جواد.